للاعتماد على القانون الدولي والتقييم المشترك لقرار الإنسان لوجود حلول مشتركة. ولكن هناك تحذيرات بشأن المحاولات لتعزيز العالم المركزي في هذه الأيام. إن هذا المسرح التاريخي، مسرح ما بعد الحرب، قد أسدل الستار عليه، وثمة فشل مرتبط بالمؤسسات الجديدة وتكيفها مع ما يجري. دعونا نرى نتائج دمقرطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن الناتو ومد أذرعته خلال 30 سنة أفضى إلى التوتر. وهنا يتزامن أو تتزامن هذه السنة مع الاحتفاء بعشرين سنة على الميثاق الذي يجمع بين روسيا والناتو. إن أساس معاهدة الناتو كان مرتبطا بالاعتماد على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وتعزيز الثقة والحلول دون وجود خطوط تفرق بين هذا البلد أو ذاك. هذا لم يحصل. الكثير يقول أن الناتو يبقى ضمن مظلة الحرب الباردة. لسوء الطالع هذا لم يتغير. يمكننا أن ننظر في بعض ما يقوله السياسيون في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك البيانات التي سمعناها البارحة واليوم مع بداية مؤتمرنا. إن توسيع الناتو، وأتيت على ذكر هذا، نحن نناقض أولئك الذين يلومون روسيا ومحاولاتهم لرمي العصي في الدواليب. إن ما حصل في الماضي كان مرتبطا بالعولمة الاقتصادية وتوسيع حلقة الدول النخب إذا صح التعبير. إن هذا النظام لا يمكنه أن يمضي على قدم وساق. يجب أن يكون لدينا الخيار الذي يعزز من النظام العالمي العادل الجديد. أعني بذلك سيادة كل بلد ضمن وفقا ل القانون الدولي وضرب توازن بين المصالح الدولية والمصالح القومية واحترام ثقافة كل بلد وهويته. روسيا لم تخفي آراءها وكانت واضحة في الترويج للعمل المنصف ووجود حيز يتمتع به الجيران بعلاقات حسن جوار من فلاديفوستوك لغاية فانكوفر. ونعتقد أن روسيا هي دولة يورو آسيوية وهي تريد الخير لجميع الدول، لا سيما دول الجيران. فقد كان هذا جزء لا يتجزأ من سياساتنا. وبهذا الموقف نحن نعمل من خلال منظمة شنغهاي للأمن وأيضا دول البريكس، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. لقد توصلنا إلى نجاحات عندما عملنا مع بعضنا البعض تصب في مصلحة بلداننا. ملايين من الشعوب الاتحاد السوفيتي ضحوا بحياتهم من أجل الحرية. نحن نريد أوروبا حرة بعيدة عن التدخل في شؤون الآخرين، ويحدون الأمل أن نصوغ المستقبل ونكون منفتحين. لا يمكننا أن يطيب لنا بعض ما يقال بشأن روسيا، ولا سيما عندما يضحى بالمنطق الأساسي. ونحن نتوقع أنه تعين علينا أن نهزم هذا التوجه. أن الاحترام المتبادل أمر أساسي وفهم مسؤوليتنا تجاه الآخرين. لقد
كان لدينا بالفعل تاريخ حافل بالصداقات عوضا عن المشاحنات. روسيا دعمت الولايات المتحدة الأمريكية وتوحيدها، وهذا يصب في مصلحتنا. إن علاقة روسيا وأمريكا يجب أن تكون صحية، ورغم بعض الاختلافات إن التعاون في الاقتصاد والسياسة أمر أساسي. بالفعل ثمة تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ونحن منفتحين على هذا. إذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية منفتحة، هناك الكثير من التقييمات المرتبطة بالتهديدات العالمية كالمخدرات والمشاكل في أفغانستان وليبيا وسوريا التي تنزف يوما بعد يوم. يحدون الأمل أن نناقش في هذه القضايا بما في ذلك قضايا أوروبية خاصة. التسوية لا يمكن أن نصل إليها من خلال التدخلات العسكرية، وهذا ينطبق أيضا على العراق الأوكراني الداخلي. يجب على لوغانسك ودوناسك أن تتحدث مع كييف، والعكس صحيح. والأهم من ذلك أن السلطات كييف يجب أن تحول أقوالها إلى أفعال. نحتاج إلى حوار بشأن الكثير من الدقايا من القضايا. إن المعادلات الصفرية والغالب والمغلوب أمر لا يمكن أن يحصل. روسيا لا تريد نزاعا مع أي دولة أخرى، نحن نريد حوارا يعتمد على المزايا التبادلية. ألكسندر غوتشيكوف في يوليو في عام 1861 تحدث مع ستاكل سفير أمريكا وقال ليس ثمة مصالح لا يمكن الاعتماد عليها من خلال العمل الدؤوب وروح الاعتدال. هذه الكلمات هي كلمات معبرة، وإذا ما اعتمدنا عليها يمكننا بالفعل أن نجتاز هذه المرحلة ونهجر الحروب الكلامية التاريخية، ويمكن أن نستمر في العمل من دون زيف. شكرا لكم. شكرا جزيلا سعادة الوزير. هذا هو بيان مقتضب، وهذا يتيح لنا 10 دقائق لاستقاء الأسئلة. أد لوكاس رفع يده أولا في الصف الثاني. شكرا. أردت أن أسأل سؤالا مرتبطا بالمناورات العسكرية. نحن نرى مناورة عسكرية، وفي هذه السنة هنالك ما يسمى بالوست 17، وهي المناورة الأكبر خلال فترة طويلة. والبلدان الجوار لا يتفهمون هذه المناورات كونها غير شفافة. ماذا عسانا فاعلين لإعادة بناء الثقة؟ أنتم تعرفون أن العلاقة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي الناتو والمجلس الذي يجمع بين الكتلتين جمد بسبب مبادرة الناتو. وبعد المشكلة في القوقاز في عام 2008 في أغسطس، كونديليسا رايس زملاء الأمريكيون كونديليسا رايس قالت أن تجميد هذا المجلس وأعماله كان أمرا خاطئا، والتحالف أو الحلف علق الأنشطة العملياتية. وستولتنبرغ تحدث عن تشاورات بين بعض الضباط، وهو اتصل معي، وهنالك عمل قد توقف. وسيد نين ورئيس فنلندا وهي ليست عضو في الناتو عبر عن قلقه وقال أن
الطائرات ليس فقط الطائرات الروسية ولكن الطائرات الناتو تطير في الأجواء البلطيقية. وخلال زيارته إلى موسكو تحدث عن هذا الأمر مع سيد بوتين، وسيد بوتين اختبر جهوزيتنا، جهوز القوات المسلحة لكي تحل هذه المسألة، لا سيما أمن الأجواء في تلك المنطقة. إن قواتنا العسكرية في يوليو أتت ببعض الاقتراحات، وكان هنالك لقاء يجمع المجلس الروسي والمجلس الذي يجمع بين روسيا والناتو، والخبراء سوف يجلسون وسوف ينظرون في كيفية تعزيز الأمن. وكان من الفضل أن يقام ذلك، ولكن لم نصل إلى حل. السيد ستولتنبرغ قال أن هنالك أمل لكي يجتمع الخبراء في مارس، والبارحة تحدث عن القضية ذاتها وعبر عن رضاه لحقيقة أن القوات أو الضباط الروس سوف يتحدثون عن مناورات الخريف، ويحدون الأمل أن تكون هذه المناورات مضفورة ب بعض التفاصيل. أنا لست طبعا رجلا عسكريا، ولكن أعرف أن الملحق العسكري لا سيما في الناتو يمكنه أن يطلع على المناورات التي نجريها. ولكن السؤال، ولكن إجابتي كانت بمثابة الإجابة التي أجبت ستولتنبرغ عليها. أقول يتعين علينا أن نخفف من هذه الشواغل، ويجب علينا أن نعيد تجديد العلاقة العسكرية مع الناتو. طبعا ستولتنبرغ لم يقل ذلك لأن مساعديه كانوا من حوله البارحة، ولم يقل أن الناتو جاهز. وبالتالي نعتقد أنه يتعين علينا أن نحل المسائل الأمنية. أما بالنسبة للعلاقة برمتها مع الناتو، فقد اقترحنا منذ فترة، وعوضا عن إلقاء اللوم علينا، يتعين علينا نحول النظرية إلى واقع، لأنه هنالك تعزيز لوجود الناتو على الحدود القريبة من روسيا. قبل أن يفعلوا ذلك كان يتعين أن يجلسوا معنا لكي يتحدثوا عن الوضع. نحن اقترحنا أن ننظر في الخرائط، من لديه هذا السلاح أو ذاك، وأين هي القوات الروسية وأين هي قوات الناتو. عندما يكون لدينا هذه الإحصاءات فيصبح الأمر سهلا لكي نرى الصورة الكبرى ووضع الأمن في أوروبا، وهكذا يمكننا أن نصل إلى اتفاقيات بشأن التسوية الخاصة بالأسلحة والقوات وكيفية توفير تدابير أمنية إضافية. أريد أن أقول مرة أخرى، نحن لم نوقف الأنشطة العملياتية مع الناتو، بل الناتو هو الذي أوقفها. لدينا سؤالان. إذا ما سمحت لي سيرغي، سوف نستقي السؤالين ثم نعود إليك. فرانس بوزينيو. سيد بير لولوش من باريس. يا besten Dank. Herr Minister Lavrov, Sie haben ja heute Morgen gehört, was auch die Bundeskanzlerin gesagt hat. Herr Minister Lavrov, Sie haben ja heute Morgen gehört, was auch die Bundeskanzlerin gesagt hat im Verhältnis zu Russland, auch im Hinblick auf die europäische Friedensordnung. Und ich glaube, deshalb wäre es notwendig, dass von Seiten Russlands auch ein positives Signal ausgeht, um wieder zu einer besseren Situation zu kommen, auch und gerade im gegenseitigen Verhältnis. Und deshalb meine konkrete Frage. Minsk 2 ist vereinbart worden. Russland وسؤالي بالأخص، اتفقنا على مينسك 2، وروسيا من جهتها أيضا، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وضع هذا الاتفاقية تحت نقاش وجرى قبولها، وهناك خلاف برز بشأن وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة وتطبيق المراقبين في كافة مناطق النزاع.
لماذا مستحيل بالنسبة لروسيا أن تطبق هذه الالتزامات كإجراء لتقوية الثقة لحلحلة الأمور في أوكرانيا؟ بيير لولوش تفضل. Vous avez à la fin de votre déclaration souhaité que l'on surmonte le monde de la post-vérité. Alors, je voudrais vous. سيد الوزير في نهاية كلمتكم تحدثتم عن العالم ما بعد عهد الكذب والفبركة. أريد أن أرد على هذا الموضوع. خلال حملة الانتخابات الأمريكية كان هناك شكوك في تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية أو حملة الانتخابات الأمريكية. عندنا لدينا حملة انتخابات تجري في فرنسا وبعض المرشحين يشتكون من تدخل روسيا. والرئيس الروسي أجرى لقاء عاجلا الأسبوع الماضي حول هذا الشأن، وسؤالي هل هذا أمر حقيقي أم لا؟ هل السياسة الخارجية الروسية ترتبط بالتأثير على انتخابات في بلدان ديمقراطية أم هذا فقط أوهام يجري خلقه في حقبة ما بعد الفبركة؟ فيما يتعلق بالسؤال الأول، أنا سعيد بأنكم قرأتم اتفاقات مينسك وللأسف لم تنهي قراءتها كما يبدو، لأنه بالفعل البند الأول هو صاحب القوات الثقيلة أسلحة ثقيلة، ولكن بعدها مكتوب أنه في اليوم 30 بعد البدء من سحب القوات، وهو بدأ في أبريل من عام 2014، في اليوم 30 بعد بدء سحب القوات فإن القوات الأوكرانية كان يجب عليها أن تحضر مشروع قانون حول الانتخابات، وبعدها يبدأون المشاورات مع دونيسك ولوغانسك حول هذا القانون. يمكن الحديث عن كثير من الأسئلة عن فترات بشأن بنود اتفاق مينسك، ليس هناك ذكر في بالنسبة كلها، ولكن هنا مذكور 30 يوم سحب القوات كان قد بدأ، وبدء المشاورات لم يكن هناك شروط بشأن بدء المحادثات بحسب سحب القوات، ولكن تعرفون بعدها تغير الكثير، جرى سحب القوات وبعدها كانت تختفي الأسلحة من مكان تواجدها، وبعثت معاهدة الأمن والتعاون في أوروبا، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لم نحصل عليهم، كنا عولنا على عملها وعلى تمثيليتها هناك وعلى عمل أعضائها، كنا نعول على عمل أعضائها وليس فقط على عمل أعضاء من الناتو والاتحاد الأوروبي، ولكن البعثة الخاصة لمنظمة معاهدة الأمن والتعاون راقبت وجود خروقات من الطرفين، وأيضا خروقات بشأن وقف إطلاق النار هناك ووجود أسلحة ثقيلة في مناطق آمنة، ولكن القمة حصل على الصدارة بشأن خلافات بشأن مخالفة تواجد الأسلحة الثقيلة، كانت الطرف فيها الأساس هو كييف، ولكن نعم كان هناك خروقات من الطرفين، وجرى اتهامنا من قبل عدة أطراف، حيث كان هناك مقابلات مع بعض خبراء الأوكران، اتهموا بوتين في أنه يشكل دروعا بشرية من الأطفال والنساء في الدنباس، وقالوا أن بوتين يحاول أن يوحي للسكان الأوكران على خط التماس بأن الناس الذين يكرهونهم من جهة أوكرانيا والعكس بالنسبة للدنباس، وهذا أمر مفبرك وكاذب للغاية. أيضا قالوا من جهة الأوكران أن الدنباس وقوات روسية مزعومة
تقوم بقصف أوكرانيا لإلقاء بعضها باللائمة على أوكرانيا. في ذلك تحدثتم عن كيفية الهدنة وتمتين الهدنة ووقف إطلاق النار. أجيب: إننا في روسيا الاتحادية مهما تعاملتم إلى وسائل الإعلام لدينا، إننا على صعيد يومي نرى كيف يعمل مراسلون على خط التماس في دونيتسك ولوغانسك. مراسلون يعرضون تقارير بشكل حي ومباشر ويعرضون الهدم للقطاعة المدنية والبنى الاجتماعية تحت بما في ذلك المدارس والحضانات الأطفال والمستشفيات، ويظهرون ضحايا من بين السكان المدنيين هناك. وأصبحت أهتم ما الذي يحصل في الجهة الغربية للجبهة، وشاهدت تقارير من CNN وفوكس نيوز وقنوات أخرى كيورو نيوز وبي بي سي أيضا كذلك، ولم أشاهد عملا مماثلا لمراسلي القنوات الغربية على الجهة الغربية لخط التماس. لم يعطوا صورا مباشرة مماثلة للذي يعطونها مراسلون، وهي صور هامة للغاية لأناس جرحى يموتون. أسأل بالنسبة للغرب، هل هذا غمر غير ضروري لدواعي أمنية أن تعمل الوسائل الإعلام الغربية لجهة خط التماس في الغرب؟ الجواب لا. حين طلبنا من بعثة منظمة الأمن والتعاون أن يولوا اهتمام الكافي لأعمال الهدم في البناء التحتية المدنية بالنسبة للقصف إن كان ذلك على يمين ويسار خط التماس، ولكن لم نحصل على معلومات دامغة من جهتهم. وهنا يبرز السؤال: لماذا المراسلون الغربيون الذين يريدون إظهار الحقيقة للعالم بالنسبة لأوكرانيا لا يعرضون ما يجري في الجهة الغربية من خط التماس، أي الجهة الأوكرانية التي يتحكم بها القوات المسلحة الأوكرانية؟ هل يسمحون لهم بالدخول بسبب الأمن أم هناك منع؟ أريد أن أعرف بشأن ذلك. إحصائياتنا تقول أن تدمير البنى التحتية الاجتماعية في جهة الدنباس تزيد عنها بمرات لما هنالك في الغرب في الجهة الغربية من خط التماس في أوكرانيا، وغالبا يجري قصف قوات الدنباس والمناطق المدنية لديهم. ولكن وسائل الإعلام تصل إلى مناطق القتال، ومنذ فترة قريبة كنت قد رأيت تقرير لمركز في واشنطن، مركز إعلامي وجريدة واشنطن بوست التي كانت على خط التماس، التي كتبوا فيها بأن العنف في دنباس يقوم بها الكتائب التي لا تقع تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية والتي تعمل حسب ما ترغب. وكتب هذا ما كتبه الصحفي في جريدة واشنطن بوست. وهناك مجموعات من القطاع الأيمن هي التي تعمل في هذا الإطار، وبالنسبة لكييف فهو أمر مفيد أن يبقوا على خطوط التماس في الدنباس وأن لا يخلقوا ميدانا جديدا في العالم. وهناك أيضا عدد كبير من الأجانب الذين يعملون ضمن هذه الكتاب، وهذا ناقشناه أيضا مع في الإطار النورماندي، واليوم سوف نلتقي مع وزير خارجية ألمانيا وفرنسا وروسيا. فلماذا تبقى هذه النقطة مفتوحة؟ لماذا لا يوجد هناك أي تطور في إطار الأمن؟ فلا يمكن أن يكون الأمن هدف فقط. الهدف الأساسي العام هو إنجاز الكامل لاتفاقات مينسك التي تقول بأنه يجب فرض الأمن ضمن إطار أو خط التماس، والتي إلى هذه اللحظة لا يستطيع أن يصل إليها، وإجراء الإصلاحات الدستورية و الوضع الخاص للدنباس، وأيضا العفو العام لكل من شارك في العمليات في الدنباس، وأيضا
أن يجري العفو عن كل من شارك في الميدان كما جرى، وهذا ما هو موجود في اتفاقات مينسك، وأيضا السيطرة الكاملة للحكومة الأوكرانية على الحدود بين أوكرانيا وروسيا، فهذا لا نراه إلى هذه اللحظة. وما يتحدث عنه شركائنا في أوروبا تجاه العقوبات، فكنت قد تحدثت عن هذا الموضوع بأنه غير منطقي، والمعادلة التي تقول بأنه يجب إنجاز اتفاقات مينسك من قبل روسيا وبعدها يمكن رفع العقوبات. نحن أيضا نرغب بأن تنجز اتفاقات مينسك، و يجب أن يفهموا أن الصورة الحقيقية لما يجري في أوكرانيا والأسباب التي لا تنجز بسببها اتفاقات مينسك فهي معروفة في باريس وبرلين وفي واشنطن وأيضا في مقر الناتو، والقول بأنه هناك تضامن غير مفهوم مع من يرغب بأن يقدم الحرية إلى أوكرانيا والقيم الأوروبية، فهو يتحدث بشكل علني أمام الجميع حول هذا الموضوع. وزميلتي فيدريكا موغيريني قالت بأن العقوبات هي وسيلة وآلية لإنجاز اتفاقات مينسك، فأنا أفهم هذا الموضوع بأن العقوبات يمكن أن تدير الأزمة في أوكرانيا،